لبدء تشغيل محرك توربوفان. تحتاج إلى تدوير الضاغط بسرعة كافية لبدء دفع الهواء المضغوط إلى وحدة التهوية وغرفة الاحتراق. الأمر بسيط، أليس كذلك؟ هذا ما اعتقدته في بادئ الأمر، حتى فاجأني أحد أصدقاء القناة بسؤاله ومطالبته بفيديو آخر عن بدء تشغيل المحرك من نقطة الصفر. في هذا الفيديو سنعرف كيف يبدأ تشغيل محرك الطائرة من نقطة الصفر، شاهد وتابع معنا حتى النهاية. لكن قبل أن نبدأ، مرحبا بك مرة أخرى على قناة البروفيسور. إن لم تكن مشتركا في القناة، سارع بالاشتراك الآن دعما لنا وليصلك دائما الجديد. ولا تنسى الإعجاب والتعليق على الفيديو تشجيعا لنا. قبل بدء تشغيل المحرك، يجب أن يدور قلب المحرك بنسبة 14% من سرعته القصوى، والتي تصل حوالي 16,000 دورة في الدقيقة. لذلك يحتاج المحرك للوصول إلى 2200 دورة في الدقيقة قبل أن يبدأ في إشعال المشاعل النارية. بعد ذلك يحتاج القلب إلى زيادة السرعة لتصل إلى 28% من السرعة القصوى للمحرك، وهو ما يزيد عن 4500 دورة في الدقيقة. قبل أن يتمكن المحرك من إدخال الوقود وإشعال الخليط في غرفة الاحتراق، وقد شرحنا هذا في فيديو سابق، ستجد الرابط في الوصف. وعندما يبدأ دفق الوقود، فإن سرعة أو كمية الدفق تكون بما يقارب نصف جالون كل دقيقة. لذلك أنت بحاجة إلى دخول الكثير من الهواء المضغوط إلى غرفة الاحتراق للتعامل مع كل هذا الوقود. إذن من أين تأتي الكهرباء والهواء المضغوط اللازمة لبدء تشغيل المحرك والطائرة؟ بالنسبة لمعظم التوربينات في الطائرات المدنية، فهي تأتي من واحد من ثلاثة مصادر، والأكثر شيوعاً هو ما يسمى الـ APO. دعونا نستكشف هذا الدينامو والقلب النابض الذي يبث الروح في الطائرة. الـ APO هو محرك توربيني صغير يقع في مؤخرة الطائرة بآخر الذيل، يوفر هواء مضغوط وكهرباء، ويمد الأنظمة الكهربائية لطائرة على الأرض ويكمل الهواء المضغوط أثناء الطيران، ويعمل كنسخة احتياطية شاملة للاحتياجات الكهربائية والهوائية، ويمكنه إرسال هواء مضغوط إلى مشغلة توربينات الهواء في كلا المحركين، وهو اللازم لبدء احتراق الوقود. وكما أنه صغير بما يكفي ليبدأ العمل ببطارية، فإن الضغط على زر بدء الـ APO يشبه تشغيل المفتاح في سيارتك. تعمل البطاريات على بدء تشغيل محرك الكهربائي للـ APO ثم يبدأ بالاشتغال على الوقود. الواضح أن الـ APO تستخدم وقود الطائرات ومن نفس نظام الوقود الخاص بالمحركات، لأنه لن يكون من المنطقي وجود نظام وقود إضافي لوحدة APO فقط. لذلك عندما تبدأ تشغيل الطائرة عادة، تبدأ أولا في تشغيل الـ APO، وينظم صندوق التحكم الإلكتروني تسلسل البدء. بمجرد أن تكون الـ APO بالسرعة والقوة الصحيحة، ربما نقوم بعمل فيديو آخر مفصل حول تسلسل بدء تشغيل الـ APO على الطائرة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبكم المحتوى، فضلا وليس أمرا، اشترك في القناة ليصلك دائما الجديد، وادعمنا بإعجاب والتعليقات تشجيعا لنا. ودمتم في رعاية الله.